جهاز اللاسلك اللي معاه مدى 5 كيلو يا فندم. لو موجود في محيطنا هنقدر نحدد مكانه بالتقريب. احنا عايزين نحدد مكانه بالظبط. لو باقي المجموعات مشطوا معانا المكان هنقدر نحدد مكانه بالظبط. احنا وصلنا لنقطة البداية. احنا كمان جاهزين. اتحرك. الهدف على بعد 100 متر يا فندم. من هنا. الجهاز ده كنز نقدر نرصد بيه كل الاتصالات اللي بينهم، بس لازم يبقى في نطاق المنطقة اللي فيها أجهزة التواصل بتاعتهم، وعايز الكلام يتفرغ 24 ساعة في 24 ساعة. بعد ساعة عايز حسني يخش المصعب وما يقلقش، هو هيقول كل حاجة لوحده بعد القعدة اللي قعدتها معاه، وبعد كده يترحل على الجهاز. احنا بنحاول نطبق اللي بنسمعه على خرائط المنطقة عشان نقدر نحدد مواقعهم وتحركاتهم يا فندم. 10 15 الحارس مدرب. واضح جدا يا فندم من طريقتهم ان هم بيستخدموا ارقام بنقاط معينه على الخرائط. وايه تاني؟ واسماء كوديه زي مثلا ديب، ثعلب، صقر. كمان يا فندم بيستخدموا اسماء تخص قوات الجيش. زي ايه؟ زي فندم مدرعه، دبابه، دوريه، وبيبلغوا بالاتجاهات، مجنب، مشمل، مشرق. 30 الحارس مشمل. احنا محتاجين نزود قوات على الارض عشان نقدر نطبق الارقام مع الحقيقه. انت شاكك في حاجه؟ أحياناً يا فندم بيقولوا إن في دورية معدية من مكان ما، لما بنراجع دورياتنا بنكتشف إن مفيش أي دورية عدت من المكان ده. إحنا لازم نرتب ده. نرجع للقطاع عشان نعمل تجربة ميدانية ونتأكد. تحت أمرك يا فندم. جاهزين للتحرك. هنبدأ التجربة حالاً يا فندم. اتحرك. بدأ التحرك على الطريق الشمال اتجاه الشمال. 30 ل 40 دورية توليد مهربة. أول طريق يقابلك اتجه للجنوب. 40 ل 25 دورية توليد مشملة. أنا كده فهمت، هما بيقولوا على الشمال جنوب وعلى الغرب شرق والعكس صحيح. كده يبقى كل شيء منطقي يا فندم. تقدر تجيب لنا الإحداثيات؟ أكيد، هيبقى فاضل بس نفك شفرة الأكواد اللي بيشتغلوا بيها ونتعرف على أساميهم. قريب قريب إن شاء الله. إن شاء الله يا فندم.